بسم الله والحمد لله والله أكبر. إن هذه أمتكم أمة واحدة، هذا شهادة الرحمن، أمة واحدة وأنا أي المولى ربكم، اللي يربيكم ويخلقكم ورزقكم أستركم وغفر لكم وعلمكم ورضي عنكم واختاركم السبيل القويمة، هو الرب هو الله، وأنا ربكم فاعبدون. عبادتنا هي العبادة الصحيحة، أما عبادة الجهال وعبادة من يدعون الإسلام، رينا كم من عابد كان شيطان رجيم وتسبب في قتل الأبرياء وتسبب في تكفير الذي لا يمكن أن يكفر، لأنه حتى واحد منا ما يجب يشق على صدره ولا صدر غيره باش ينهج بكافر أو بمؤمن. نعود بفضل الله تعالى.